سبورت اخبار رياضيه نجم بلوجو فورم اخبار رياضيه نجم بلوجو فورم بانوراما سبورت عايش الدنيا سبورت بتيجي على الوطنية التونسية تونا ملعبي على أرضية الميدان على الجزو اللي حصد النقاط بالعرق وضم المريون معنا فخر الدين قلبي نهبيك على موجات لي على الوطنية التونسية فخر الدين وفيك لطفة مرحبا بكاس مستمعين على الوطنية كذلك حاضر معنا حمزة الباغولي حمزة كان ممتاز جدا في مباراة السي اس اس سجل هدف مخالفة مباشرة حمزة فرحتنا برشا بالعودة الممتازة نتاعك حمزة لا وسهلا بك يعطيك الصحة مرحبا بك ومرحبا مرسلنا إذا عوضنا يا شباب فخر الدين قلبي موجود في الملعب الجيبسي حمزة الباغولي موجود كذلك في الملعب الجيبسي وبداية ممتازة لهذا الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى فخر الدين كيفاش لقيت الظروف في الملعب الجيبسي والله طيب الحمد لله ربي تفيق مع ربي بالنسبة للبداية اللي عملنا أثناء أنا الأخير عن ربي برشا ناس حيح تشوفها معناتها النتيجة اللي قاعدين يقدموها أنا بالنسبة لي أخيرا تربي ما كنتش متفاجئ جملة أول ما شفت معناتها وقعت مع المدير أول موسم معناتها وشفت الفريجيد كلوب نتاع الملعب الجيبسي حقيقة نتاع ربي ما تفاجئتش في ساعة يشوفوا معناتها القيمة الفنية نتاع اللاعبين في الملعب الجيبسي معناتها ما نجموش نتفاجئوا كيشوفوا رواحنا توا كيف المرتبة الأولى والحمد لله مازال هذه البداية احنا ناخذ ماتش فور ماتش إن شاء الله بقدرة ربي معناتها مازال الملعب الجيبسي عنده ما يقدم في البطولة إن شاء الله كل ملاعبي مركز زوز توا وانتم معانا على المباشر فخر الدين قلبي زوز بونتو وحمزة الباغولي زوز بونتو شكون من البونتوات خير حمزة حمزة بداية طيبة ومشوار كما نقولوا نحن بداية المشوار من جديد لحمزة الباغولي والنجاح من جديد والمحل حمزة الباغولي ولا ميت فرايلك اليوم شفنا روبرتينو كل تصريح في الإذاعة أو في التلفزة إلا ما يقول يعني حمزة الباغولي بصراحة يبهرني من مباراة المباراة والله تدابا وانا الحمد لله كما قال فخري تو معنا ما جاش شيء معنا بالصدفة أنا كيف بيعي أنا أمبيونس معنى سيرتو الأمبيونس متاعنا أمبيونس بيعي جونا بيعي فما إسبري بيعي فما طموح فما جوارات صغار معنى في العمر فما ناس قاعدة تخدم معنى بقلب ورب وكل شيء يحبوا يطمحوا معنى بشي يعملوا سيزون بيعي الحمد لله ديما معنى ساعة معنى كي تبدأ ظروف هكا مواتية وكل شيء معنى كورة تمشي معنى فهمت وبالنسبة لي أنا معنى الحمد لله كانت بداية موافقة مع الملعب الجيبسي وإن شاء الله معنى واحد يأكد هذا معنى في الماتش الجاي معنى يقعد يستعب في الغون مونتيا فخر الدين حكينا شوية على الميفكتيف حكينا على الجروب أنا صحيح معناتها عندنا جروب معناتها ممتازة معناتها أقول لك معناتها الأفراد الكوليك بتشوفها طرام معناتها الجروب بتاع الملعب الجنسي شو الكوليك نجم طلع في أي جماعية في الوطنية وحتى برا وعندنا معناتها عناصر خبرة وعندنا عناصر الشباب معناتها اليوم مندمجين وعندنا جو جروب سيرتو معناتها الجو نتاع الجروب نتاعنا معناتها ممتاز ممتاز جدا وبالتالي معناتها سيرتو راهم هذا شوفوا النتيجة كيفاش تبعوا والحمد لله يا ربي معناتها إن شاء الله معناتها ما نقولش عليك ماتش في ماتش يزيد طموحاتنا تكبر إن شاء الله معناتها نكملوا معناتها على اللي قدمناه وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله فخر الدين كما حكيت كنت تسمع فيه حمزة يا حمزة الملعب الجيبسي حاليا موجود في المركز الأول حكي على الأمور طيبة بالنسبة للجروب فخر الدين وين النجم يمشي الملعب الجيبسي حمزة والله شو معنا باش نحط معنا لي بوان على نيني معنا بيتمنش معنا نتغر فهمت مازال معنا الشامبيون مازالت طويلة مازال عندنا باركور صعيب مازال عندنا دي ماتش صعب برشا يلزمنا نخدمو معنا نخدمو ماتش باغ ماتش ولا معنا احنا معنا باش نكونوا واضحين وواحد يكون صريح مع روحه ويكون صريح مع المريول اللي لابسو الملعب الجيبسي الاوبجيكتيف نتاعو معناها كيما نعرفو الناس الكل هي نحب شنا معناها نخليو الملعب الجيبسي في الناسيونال ا نخدمو الشيء هذا كان جات حاجة أخرى إن شاء الله تجي ما تجي كان بالخدمة وما تجي كان بالديسبلين وما تجي كان بالعزيمة فوالا فخر الدين فرحانين بكم جمهور الصيدا والله الحمد لله معناتها متفق مع ربي معناتها ان شاء الله نكون قدمنا اضافه لحد الان معناتها كسوى انا كسوى حمزه كسوى الناس معناتها اللي جينا معناتها اثنين
الحمد لله رب الناس كل فرحانين في جيبس معناتها وان شاء الله بنجم كان تزيدنا معناتها احنا باش نزيد نخدموا اكثر باش نزيد نفرحوا باش نزيد نقعدوا في نفس المستوى كل ماتش معناتها نقعدوا في الغضمان تاعنا الثابت باش معناتها نوصلوا الاهداف نتاعنا اللي حاشنا بها ونفرحوا الناس في جيبس ان شاء الله. حمزه الباغولي كنا المدرب روبرتينو ديما يحكي عليك احكي لنا شويه على المدرب البرازيلي هذا حمزه. والله مش نحكي عليه انا استاذ تونس كامله تعرف انا مدرب سيد روبرتينو لازم نحكيك معناها عليه شخصيه طريفه هو في الحقيقه. نعم شخصيه طريفه في الحقيقه هو عامل معاكم امبيونس كبيره برشا. والله مش كيسي تعريف معناها كشخصية كي نقول شخصية محبوبة فهمت معناها انترينير قريب برشا للجوار معناها يحسك كانوا يحكي معاك معناها تحس حتى في الديسكيسيون بينه وبين الجوار معناها تحس كانوا صاحبك كانوا يلعب معاك معناها فهمت سي بوغ سا انسان لاعب كورة معناها لاعب كورة قبل يعرف كيف يعمل كوميونيكاسيون بينه وبين الجوارات خصوصا معناها هذيك لونتونت هذيك ياسر النجاح ظهر لي كي تبدا فما لونتونت باهية ما بين لونترونور وجوهرات كل شيء يمشي بالقدام معناها هذي الإضافة معناها اللي عطاهم روبرتينو. فخر الدين كلمة على روبرتينو. والله صحيح معناتها روبرتينو الحقيقة نتاع ربي غنية على التعريف يعرف كيفاش ياخذ الجروب نتاعو ما خليك من أول نهار معناتها كان حتى في التعامل نتاعو مع الشوط. يحاول كل جوار معناتها يطلع منه معناتها رون اقوى رونجمون عنده يحاول واحد جوار كيابط التيشيرت هنا يظل مرتاح ويقول لنا ديما هو يلعب كوره معناتها مرتاحين كذا واحد مرتاح في مخه ويابط باش يجيله بليزير معناتها باش يكور دونك اوتوماتيكمون هذا هو سر النجاح معناتها نتاع تشوف انت اللاعبين باش لاعبين الملعب الجوك معناتها متالقين وهذا طبعا نطور هذاك من الاسرار معناتها اللي خلت لنا النتيجة تاعنا حمزة الجولة هذه عندكم الاتحاد الرياضي المنصيري. كان أنا ماتش وأنا قديم يعني عندنا تو بريسك 3 جو وأنا نحضروا في الماتش هذا الماتش باش يكون نعرفش أنا عمون هذه باش يكون أصعب ماتش معناها في الفاس عليا هذايا ماتش صعيب ياسر نعرفوا الاتحاد الرياضي المنصيري فريق معناها يملك عناصر ممتازة جدا وكيف كيف معناها ستاد قبسيان ان شاء الله نشوفوا ماتش باهي واكيد باش يكون ماتش باهي وباش يكون ماتش صعيب برشا ان شاء الله احنا بال معناها بكل غاج دو فانك نتاعنا معناها نحاولوا نخرجوا من الماتش هذا ان شاء الله ربي معناها يتروقوا. يعطيك الصحة حمزة الباغولي. فخر الدين قلبي كلمة لجمهور الصعيدة. والله ان شاء الله نستقبلوا في الماتش ونستقبلوا في اليوم انا ان شاء الله بتطبي مع الحكومه اللي هو ان شاء الله عندهم تشجيع مع كريستيانو وانا ان شاء الله تشجيع نفرحهم كل ما شاء الله كل ما يخلص وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ربي يوفق الجميع. يعطيك الصحة فخر الدين قلبي مشكور جدا حمزة الباغولي موصل معكم في سبيسيال للملعب الجيبسي اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في بانوراما سبور.